يقول لا يوجد في مسجدنا إمام فيصلي بنا أحيانا أكبرنا سنا مع أنه لا يريد القراءة، ومرة أخرى يصلي بنا مسبل، ومرة يصلي بنا حالق باللحية، فهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء جزاكم الله خيرا أم نعيد الصلاة في البيت؟ صلاة لا تعيدونها ما دام صليتم والحمد لله، هي صلاة صحيحة وأنتم صليتم خلف مسلمين والحمد لله. ولكن على الإمام، على إمام كل مسجد إذا أراد أن يتخلف بعذر شرعي أن يخلف من يصلي بالناس، لا يتركهم هكذا، فعلى الإمام لأن عليه عهدة وواجبا بهذا الأمر، إما أن يحضر بنفسه ويقوم بالواجب، وإما أن يخلف من يصلي بالناس من يصلح لذلك ولا يترك الناس هكذا. وعلى كل حال صلاتكم صحيحة والحمد لله، ولكن عليكم أن تختاروا الأمثل فالأمثل للإمامة، إذا لم يعين الإمام أحدا فعليكم أنتم أن تختاروا الأمثل فالأمثل للمستقبل، وأما ما مضى فصلاتكم صحيحة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.